حمد الله وشكره ومعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة للأخ الفاضل علي بن إبراهيم كديش حفظه الله كانت بتاريخ 27 من شهر شوال لعام 3840 الهجرة، ألقيت في جامع الخير الشرقي من محافظة حجة اليمن، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله الذي ابتدا بالحمد نفسه قبل ان نحمده الحامد، حمد نفسه في بدايه قلبه، وحمد نفسه في نهايه قلبه، وحمد نفسه في انزال كتابه على عبده، فله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، لك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فله المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوانحي ولساني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، إن الله جل وعلا حمد نفسه سبحانه وتعالى في بدء خلقه، فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه سبحانه وتعالى عندما أنزل كتابه على عبده فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه في انتهاء خلقه فقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. افتتح كتابه بالحمد فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. حمد الله نفسه فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الله جل وعلا حمد نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا حمد نفسه ووجب علينا أن نحمده سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد وهو المستحق للثناء. فحمد الله الثناء عليه سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله جل وعلا. حمد الله جل وعلا تنزيهه عن النقائص وعن الأشباه وعن الأضداد والأنداد. وقل الحمد لله
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فهو سبحانه وتعالى محمود في الأرض، محمود في السماء، الملائكة في السماوات يحمدون ربهم جل وعلا، وعباد الله المؤمنين يحمدون ربهم في الأرض. فلله الحمد سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إنه يجب علينا أن نحمد ربنا جل وعلا على نعمه التي أنعم بها علينا. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، إما أن تكون هذه النعمة في الدين أو في الدنيا، فنعم الله علينا كثيرة. أعظمها وأتمها وأكملها نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. فقد رضيه الله جل وعلا لنا دينا، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله علينا النعمة بأن رضي لنا الإسلام دينا. أتم الله علينا النعمة بأن بعث في هذه الأمة خير رسول وأفضل بشر محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، إن من نعم الله علينا أن أنزل على عبده القرآن، خير كتاب، أفضل كتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، نعم عظيمة تحتاج منا إلى أن نحمد الله جل وعلا عليها وأن نشكره سبحانه وتعالى عليها. أيها المسلم عبد الله، احمد ربك على أن جعلك مسلما، احمد ربك جل وعلا أن لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا، احمد ربك جل وعلا على أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر الأمم في الدنيا وأول أمة تدخل جنة رب العالمين يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون في الدنيا، آخر أمة هي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها أول أمة تدخل الجنة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة جعلها الله خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نحمد ربنا جل وعلا على نعمة الدين، على نعمة الإسلام، على نعمة المعافاة، على نعمة الأمن، على النعم العظيمة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر الله عز وجل على نعمه يكون بحمده، يكون بالثناء عليه، ويكون أيضا بإظهار نعمة الله عليه، بإظهار نعمة الله التي أنعم الله بها عليه. أنعم الله عليك بهذا الدين فتمسك به ظاهرا وباطنا، أنعم الله عليك بالقرآن فاعمل به كما أراد الله جل وعلا وكما أمرك ربك سبحانه وتعالى، أنعم الله عليك، أنعم الله عليك بنعم دنيوية، أنعم عليك بالمال، فليرى الله أثر هذه النعمة عليك في ملبسك، في مسكنك، في مركبك، في صدقتك، في
في إنفاقك في سبيل الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث، ينفق ذو سعة من سعته ليرى الله جل وعلا منك أثر هذه النعمة عليك. أنعم الله عليك بالعلم، فأر الله عز وجل أثر هذه النعمة بالتخلق بأخلاق العلماء، وهكذا بتعليم دين الله ونشره بين الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عز وجل عليك بالعقل، فلا تضيع هذا العقل بما حرم الله جل وعلا عليه. أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالصحة والمعافاة، فاستخدم هذه الصحة وهذه العافية فيما يرضي ربك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأر الله من نفسك خيرا يا عبد الله، أدي حقوق الله سبحانه وتعالى، أدي فرائض الله التي افترضها عليك، فهذا من شكر الله على نعمه. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كلما شكرت الله جل وعلا على نعمه التي أنعم بها عليك، زادك الله جل وعلا من نعمه، وزادك الله جل وعلا من فضله. كلما شكرت الله جل وعلا أعطاك الله سبحانه وتعالى وزادك من فضله. ففي المال مثلا، ففي المال يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أبعد هذا يكون عندنا شك في الإنفاق فيه ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى؟ واعلم عبد الله أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيناديان، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك ملكين ينزلان في كل يوم فيناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أما إذا لم نشكر الله جل وعلا على نعمه فإنه الخسران المبين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا بنعمة الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أيها المسلمون عباد الله، ضرب الله لنا مثلا في القرآن بقرية من قرى اليمن بسبأ، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية من آيات الله عظيمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا نعمة الله على ما رزقكم في هذه الجنات. فماذا كان، ماذا كان الأمر؟ قال الله جل وعلا: فأعرضوا، أعرضوا عن شكر نعمة الله، فكانت العاقبة. فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم على كفر النعمة وعدم شكرها بما حصل لهم من تهدم ذلك السد ومن تلف تلك الثمار والجنات. فيا عبد الله، اشكر الله على نعمه. وضرب الله مثلا أصحاب الجنة في سورة القلم. كان هناك رجلا صالحا يخرج أو يقسم ما كان في بستانه ثلاثة أقسام، فيعطي الفقراء حقهم
ويعطي أهله حقهم ينفقه على نفسه وعياله، وقسم ثالث يعيده في زراعة أرضه. فلما مات تواصوا أولاده ألا يعطوا الفقراء شيئا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا بالله ليقطفن ثمارها قبل الفجر حتى إذا أتى الفقراء والمساكين لا يجدون شيئا. فماذا كانت النبية عباد الله؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم محترقة. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حربكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قد احترقت كالتلفت قالوا إنا لضالون، ضللنا الطريق، هذه ليست جنتنا، هذا ليس بستاننا، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يهدينا منها، عسى ربنا أن يهدينا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيها المسلمون، بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. إن شكرنا الله عز وجل على نعمة الدين دامت، إن شكرنا الله على نعمة الأهل والمعافاة دامت هذه النعمة، إن شكرنا الله على نعمة الأمن دامت هذه النعمة، إن شكرنا الله على نعمة المال دامت هذه النعمة، وهكذا العطاء من هذه النعم وبذلها في مرضات الله سبحانه وتعالى يزيدها يزيدها. فاشكروا الله على نعمه، فاشكروا الله على نعمه، واحمدوه سبحانه وتعالى على آلائه، فإنه سبحانه وتعالى أهل الحمد وأهل الثناء. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من السعي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراج منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله جل وعلا، الله جل وعلا صلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وملائكة الله يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمرنا الله جل وعلا فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم. نحن نصلي على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل عرفنا معنى هذه الصلاة؟ هل نعرف معنى ما نقول عندما نقول اللهم صل على محمد، أو نقول صلى الله عليه وسلم؟ فما معناها؟
إن الصلاة من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه بالملأ الأعلى، الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الثناء عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء منا ندعو الله جل وعلا أن يثني على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السماء، وتسليمنا عليه أي أننا ندعو الله أن يسلمه من الآفات الحسية والمعنوية حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عبد الله عليك أن تعرف معنى الصلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام، هي الثناء عليه وهي الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يثني الله جل وعلا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، هنا ربنا جل وعلا ينادينا بصفة الإيمان ويأمرنا أمرا واجبا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأمر للوجوب. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام السبب في كل ما نحن فيه من نعم الله جل وعلا. وأعظم نعمة جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هي الإسلام والقرآن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا عباد الله أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة، يعني واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيكتبها الله جل وعلا عشر، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله له عشر درجات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات. ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفاه الله همه، كفاه الله جل وعلا همه. فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. قيل يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ألمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام رفعة في الدرجات وزيارة في الحسنات ومحو للخطيئات وسبب لدفع الهموم والغموم وسبب لمغفرة الذنوب، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله أكثر من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن البخيل هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه، وإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعا على من لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام فقال رحم أنفه ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وجبريل عليه الصلاة والسلام قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا ومولانا.
اللهم أعلمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شكرا نعمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شكرا نعمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شكرا نعمك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا. اللهم آمنا في دورنا. اللهم وصل ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أمن بلادنا بلد الإيمان والحكمة يا رب العالمين. اللهم أمنا في دورنا. اللهم أمن سرورنا وسخر أرزاقنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم احقن دماءنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم أمن روعاتنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء اللهم باشره بنفسه. اللهم باشره بنفسه. اللهم باشره بنفسه. واجعل بيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ دماء اليمنيين يا رب العالمين. اللهم صل أعراضهم. اللهم صل أعراضهم. اللهم ألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا معينا مليئا صحا عاما غلقا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا لك وبهائمك وعبادك الصالحين. اللهم اسقنا لك وبهائمك وعبادك الصالحين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.